يعطيكم العافية. اليوم رح نكمل شرح للري. بالنسبة لنا اليوم رح نبدأ بالشابتر 9 اللي هو الإفشنسي. لك رح نبدأ أول إشي بالجزء الأخير، بعدين نرجع على الأولاني. الجزء الأخير اللي هو بحكي لي عن اليونيفورميتي، اللي هي كيف أنا لما بدي أعرف لما أنا وزعت المي على الأرض كيف استفدت منها الأرض، أو كيف كان الأبليكيشن إلها والديستريبيوشن. فلو بدي أعرف إذا هو كان هالتوزيع منيح ولا مش منيح من خلال حسابات. أول إشي اللي هي عندي الأبليكيشن يونيفورميتي، برمزلها بالCU. وفي كمان إلها كلمة تانية اللي هي Christians Uniformity Coefficient، برضو رمزها CU. إلها قانون محدد. شو هو هذا القانون تاع اليونيفورميتي؟ بيحكي لي إنه CU تساوي 100 ضرب 100، أكيد لأنه بتطلع نسبة مئوية، 1 ناقص مجموع القيمة المطلقة لدي على N في X الأفرج. ومسكر القوس. نشرح كل جزء شو هو لحاله. دي شو هي؟ حيث انه دي تساوي اكس اي ناقص اكس التوتال، اكس الافرج. اكس اي هي كل قراءة لحالها، كل قراءة لوحدها. كيف يعني؟ يعني انا فرضا السؤال كان معطيني 4 قراءات، فرضا بمسك كل قراءة بكون مطلع الافرج اللي هي مجموع القراءات على عددهم، ومن كل قراءة بنقصها من الأفرج، كل قراءة بنقصها من الأفرج، رح يطلع معاي قيم سالبة، بس أنا باخدها بالموجب، كله باخده بالموجب. ليش؟ لأنه هو طالب مني القيم المطلقة. بعدين بس يطلعوا بجمعهم على N اللي هي عدد القراءات، وأكس برايم هاي اللي هي الأفرج اللي إحنا طلعناها، هاي نفسها هاي. نكمل عشان بعدها ناخد مثال عملي. بعدها بدنا نحكي عن distribution uniformity اللي هي DU، اسمها distribution uniformity. إلها قانون معين برضو. شو يساوي هذا القانون؟ يساوي 100، إنه أنا برضو أطلع نسبة في الـ X low quarter على الـ X average. شو هاي؟ أنا عندي قراءات، فرضا كان عندي 4 قراءات، برضو 4 قراءات طالب مني لو كوارتر، يعني أقل ربع. يعني شو ما كان عندي عدد القراءات بدي أقسم عدد القراءات الكلية على 4. شو ما كان عدد القراءات 4 قراءات بدي أقسم عدد القراءات الكلية على 4. عندي فرضا 8 قراءات بدي أقسم عدد القراءات الكلية على 4. عندي 20 قراءة بدي أقسم عدد القراءات الكلية على 4. راح يطلع معاي عدد 4 لما قسمناها على 4 بيطلع معاي 1، 8 لما قسمناها على 4 بيطلع معاي 2، 20 على 4 طلع معي 5. لما كان معي 4 قراءات قسمتهم على 4 عشان أخذ أقل ربع فيهم طلع معي 1. بروح بين 4 قراءات هدول بأخذ أقل قراءة فيهم. لما كان معي 8 قراءات قسمتهم على 4 لأنه أنا بدي أخذ أقل ربع، هو طالب مني أقل ربع، طلع معي 2. بروح على القراءات الكلية اللي هم 8 قراءات بأخذ فيهم أقل قراءتين، حتى لو كانوا مكررين بأخذ أقل قراءتين. لما كان عندي 20 قراءة قسمتهم على 4 عشان أخذ أقل ربع طلع معي 5 قراءات. بروح على 20 قراءة هدول بأخذ فيهم أقل 5 قراءات حتى لو كانوا برضو مكررين. دائما بناخذ أقل قراءات حتى لو كانوا مكررين، ما عندي مشكلة. خلينا نحل مثال عملي موجود عندي اللي هو الإكزامبل اللي موجود عندكم بالسلايدات. بحكي لي computing application. خلينا نكمل زي ما حكينا. مثال العملية أعطاني إياه، أعطاني 20 قراءة وطلب مني طلع CU والDU. حكينا نبلش بالCU. CU اللي هي 100 في 1 ناقص مجموع الدي على N، N عدد القراءات الكلية في الإكس الأفرج. مش غلط لو رقمت القراءات، يعني قراءة 1 2 3 4 لحد ما توصلوا 20، مش غلط أبدا إنه كتير ممكن تخربطوا. نبلش أول إشي بالبطارية الأولى. طلب مني أول إشي مجموع دي، وحكينا دي اللي هي XI ناقص X الأفرج. بالتالي أنا لازم أطلع X الأفرج أول إشي عشان أعرف أحل هاي. X الأفرج اللي هي مجموع كل القراءات على عددهم، عددهم 20 نجمعهم نأخذ عددهم. مجموعهم أنا طلعته طلع 3.355 تقريبا اللي هي 3.36 خيالي. حاليا بدنا نكمل، بدنا نطلع XI ناقص كل هاي النقاط. يعني بدي أحكي 4 ناقص 3.36
وثلاثة اثنين اللي هي 3.5 ناقص 3.36، 3.4 ناقص 3.36، لحد ما أخلص 20 قراءة. راح يطلع معي أرقام بالسالب. الأرقام بالسالب شو ما كانت باخذها بالموجب، شو ما كانت الأرقام بالسالب باخذها بالموجب. بكمل لحد ما أخلص 20، طلعت معي قيمة دي اللي هي القيمة المطلقة لمجموع دي، طلعت معي 7.98. طلعت اكس الافرج، طلعت دي حسب القانون، ما ادري ايش التطبيق مباشر. برجع للقانون اللي هي السي، وشو حكينا 100 في 1 ناقص مجموع دي 3.36 على ان اللي هي عدد القراءات الكلي اللي هو 20 ضرب اكس الافرج اللي هي طلعناها 3.36. سوري انا هذا خربطت، يعني سوري انا اعتذر. 7.98 طلعت معنا. بنطلعها على الآلة الحاسبة، بتطلع معاي 88.1%. هاي ايش؟ هاي اللي هي السي يو. نكمل للدي يو. الدي يو شو تساوي؟ الدي يو حكينا بتساوي الاكس لو كوارتر على الاكس الافرج. اكس لو كوارتر زي ما حكينا بنقسم عدد القراءات الكلية على 4. عندي 20 قراءة على 4 5، يعني بروح بدي اخذ اقل 5 قراءات بدور فيهم كلياتهم 4 3.5 3.6، بدور على اقل قراءات، اقل قراءات تقريبا 2.6 يطلعوا 5، باخذ اقل 5 قراءات و2.8 و2.7 وعندي كمان 2.6 وعندي كمان 2.8. هذول أقل إشي، 1 2 3 4 5، هذول إيش؟ هذول أقل 5 قراءات. 2.6 هاي فاصلة هيك. بدي أخذ مجموع الأفرج إلهم كمان، يعني بجمع 2.6 زائد 2.8 زائد 2.7 زائد 2.6 زائد 2.8 على الأفرج إلهم اللي هو 5 عددهم الكلي، بيطلع معاي 2.7. بكمل الاكس لو كوارتر زي ما حكينا اللي هي 2.7 على الاكس الافرج اللي طلعناها اصلا من هذا السؤال من الفرع الاول 3.36 ضرب 100% كلياته 2.7 على 3.36 ضرب 100 طلعت معي 80.4 تقريبا بالمية، انه قربناها. زي ما حكينا نعيد كمان مرة كيف بنطلع الدي، مجموع الدي هاي اللي هي حكينا اكس اي، اكس اي اللي هي كل قراءة لحالها ناقص اكس الافرج، راح يطلع معاي قيم سالب باخذها بالموجب انه طلب مني اصلا قيم مطلقة، بجمعهم جمع عادي ما باخذ اي قيم، ما باخذ افرج، على ان اللي هو عدد القراءات الكلي ضرب اكس افرج اللي هو طلعناها احنا اصلا اول شيء، يعني اول شيء تحلوا هذا السؤال لما يطلب السي يو والدي يو طلعوا الافرج على طول ضرب 100%. الدي يو طلب اكس لو كوارتر، يعني اكس يعني عدد قراءات اقل ربع للقراءات. انا عندي 20 قراءة بقسمهم على 4 اللي هو لو كوارتر اقل ربع، طلع معي 5 قراءات، يعني بدي اخذ اقل 5 قراءات، دورت اقل 5 قراءات طلعت هاي هي القراءات الخمس الاقل شيء، بجمعهم على عددهم باخذ لهم افرج على الافرج الكلي للقراءات الكليه اللي هو 3.36 طلعناه اول شيء ضرب 100% طلعت معي 80.4. وهيك بكون خلصنا distribution uniformity application uniformity.